على بركة الله أسعد الله وقالكم متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي مرحبا بكم انا اليوم في هذا البث المباشر من نواحي القنيطرة وسلا حي اسمعوا بالضبط احنا كنتواجدوا الآن كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الأفاضل هذه السيدة اللي مهاجرة 30 عام ديال الأمل 30 عام ديال التعب 30 عام ديال الشقاء بغا دير الدويره ديالها كيف ما قالت قبر الحياه ليا والولدي انا سيده مطلقه في عمر ديالها 60 سن سنه لكن مع الاسف انها تعرضت لعمليه نصب من طرف موثق نسموها القضيه اللي مؤلمه صراحه السيده الله اللي عان بها قات تقول واكثر من هذا ان السيد اللي شرى من عندي الدار او اللي, اللي داير في الورق انه شرى من عندي الدار باغي يخرجني من هاد الدار هادي ما انا بداري ما انا بست مليون مرحبا بك الله حالما معنا في هذا البيت ومرحبا بكل المتابعين الافراد المتابعين قناة شفتي في قناه الشعب كنتمنى منكم انكم تبارتاجوا فضلا وليس امرا لانها كتحتاج انها تبارطاجا ونسمعوا هذه القضيه هذه القضيه ديال قضيه دي نصب بطريقه قانونيه كيف ما غنقولوا غنسمعوها مره اخرى مرحبا بك الله وتفضلي معنا السلام عليكم انا مغربيه مواطنة مغربية كان يعيش في المهجر فرنسا جيت كانت نعم مهاجر مغربي مهاجرة مغربية, مهاجر مغربية. فاش بعت داري كانت الحدود مسدودة بما اه انا انا بغيت نبيع داري اه كنفكر نبيع داري كنت في المغرب هذيك الساعه قبل ما يسدوا الحدود نعم. كنت دي... أه... دي... أه... قبل قبل في نوفمبر أه... نوفمبر 2021 أه... نوفمبر نوفمبر 11. شهر 11 كنت هنا كنت باقي ما سدوا الحدود مستوى. مشيت مشيت دايزه هنا كنت سارة دخلت عند واحد واحد السمسار وسط وسيط العقار وقدامه هاد النوطير اللي نصب علينا راه قدامه البيرو ودخلت لعندو قلت له سيدي بغيت نبيع داري قال لي ما كاين مشكل عطاني السميه والكنيه عطيتو السميه والكنيه ولا دريسه فين هذا قلت له بالحق انا ما عايشاش هنا كاينه اختي الكبيره راه عندها 73 عام راه هي اللي عايشه معايا وانا اللي هزاها عايشة معايا وأنا عايشة في هذا أختي مخليها في الدار قلت له لا كانت شي حد خد تليفون أختي يجي يشوفو الدار وباغية نبيعها باش نشري وحدة أخرى غادي نزيد عليها باش نشري وحدة أخرى حدا الطراموايه هادشي الشنية ديالي اللي كانت عندي باش شخصي حيت كداوا في الرباط عند الاطباء ديالها كلهم ديال السكر ديال التونسيون كلهم عندهم في الرباط قلت لي باش ناخذ دار قريبه لحدا الترامواي زعما باش نبدل هنا حيش معو ما كاينش الترامواي باش طلع الاطباء ديريكتومون عند الاطباء في حسان عندها ما عليناش مشيت لسيدي عنده خدات تيليكسا ابخي بدا كيعيط ليا قال لي راه كاين وكيل هذا العقار عيط ليا في التليفون قال لي اختي راه كاين واحد يشري كونتون قلت له بالخير ما كاين مشكل سير اخويا يش بعدا يشوف الدار وذاك الشيء و... ونتفقوا معاه عيطوا ليا جاب هذاك السيد جاب مرته معاه معاه قال كي يشريها لبنته انا ما كنعرفش بنته اصلا انا تكاتبت مع باها بنته ما عمرني ما, ما... ما شو هو اصلا انا اختي اللي مكلفاها هي هذيك مشينا اسيدي جاو شافوا الدار بقاو كيتاواو معنا تاوا وخليناها لهم 60 نقصنا لهم شي حاجه كنت طالبه 63 مليون قا نعم. قال لي اختي هذه هذيك 63 مليون بقى عليا بقى عليا قلت لها صافي يلاه بالمنعكس على 3 د المليون ماشي مشكل نبيعهم ليه بعنا هي هذيك من بعد سيدي آه قال لي انا نشري البنتي بنتي وما عنديش وهذه وحكا بلاقيش عندنا تسجيل وتحفيظ قلت له سيدي انا راه انا عندي تسجيل وتحفيظ انا هذا المهم ما مو... عليناش اتفقنا على 60 مليون ما عليناش ابري قال لي آه قلت له راه خصني نصيفط الوكاله لخصي من الكونسولا قال لي قلت له ما كاين مشكل انا نمشي للكونسولا دي, دي ماروك في فرنسا عندنا غنمشي ندير الوكاله لخصي هو خصو بنتو دير الوكاله حتى هي عايشه في الامارات قلت له ما كاين مشكل مشيت سيدي جبت الوكاله لخصي درت عليها أه أه مشينا عند هذاك النوطير جيت انا خصي مي مشات النوطير هو قالك جاب جاب الوكاله والله اعلم ما شفنا وكاله ديال بنتو الوراق كانوا عاد نقول لكم شنو كاين ابري مي مشينا عند عند النوطير مشات خصي اختي ما عجبهاش النوطير قلت يدخل ما يدخلو قالت لك ويخرج في الهضره ما جيت انا قلت له شوف سيدي هذا النوطير ما كاينلاش ختي ما عجباش ما تخليهاش الراسه هتشوف نوطير اخر اخر قال لي كان لا وهذا راه كنعرفو على ضمانتي قلت له انا شوف انا ختي ما عجباش شير سير اخويا شوف نوطير اخرى وما تريتش ما عليناش مشى داز واحد السيمانه مشى عند نوطير اخرى فعلا وحطات اختي مع الدوسي وكل شيء من جديد ها عاوتاني عيط لي سيمانه اخرى قال لي اختي راه زادت عليا الفلوس الله يرحم بها الوالدين راه هادي وراه هادي هو والسمسار معايا بجوج هو وهذاك الوسيط <applause> بجوج صحاب هما كيتعارفوا بعدياتهم وشاري ديجا هذا اللي شرى من عندي ديجا شاري دار هنايا في هذا في هذا الريزيدونس عنده دار اخرى ما عليناش هي هذيك مشى أه كيعيطوا لي دارولي لي موضوع دو تيليفون عرفتي راه كل دقيقه قلت له شوف اسيدي راه قلت لك هذا قال لي لا راه زدت بزاف وهذا وهذا على ضمانتي راه واخد دور ديال عمران وهذا قلت له شوف على ضمانتك قال لي على ضمانتي هما ما عرفتش انا الناس كيتلاعبوا عليا حيت عرفوني برا كيتلاعبوا عليا باش باش ياخذوا لي الملك ديالي واتفقوا معاه وكل شيء متفقين جيسوي سيره سارتان متاكده بان هذوك كيعرفو والناس جاوتشكاوا قبل معروفين انا ماكنتش عارفه كنت برا واختي قالت لي مي هذيك مشيت عند النوتيره الثانيه مشيت عندها نسولها على شطتي ستي على الراجل هذا مي جيت حلو الحدود في 6 فبراير انا جيت لو 14 فبراير 2022 اه 2022 انا 2012 اه مشيت لعند النوطيرة الخراب مشيت لقيت غير الكاتبات قلت لها خصي علاش زدتو على داك السيد راه قالت لي لا ما زدناش عليه الدوسي ديالو أن كومبلي ما عندوش كامل الدوسي ايوا اه تما فين هذا عرفت بأن كاينة القضية فيها 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 التخلويض مشيت أسيدي كنقلب عليه كنمشيو للدار عندو البيرو كيقول كي لي أنا مريض راه عندي ما عندي ما يثبت عندي تسجيلات كيقول لي انا مريض انا فيا هادي انا فيا هادي ما عليناش مشيت كندور قالوا لي ساكن حدا السنه الجديده مشيت سيدي تما لقيته في الفيلا ديالو لقيت بالطونابيلات كيتسارى مع راسو في البيرو جا خرج لينا تما قلت له فلوسي قال لي دخلي دخلي معايا للدار ونعطيك فلوسي ونعطيك فلوسك هو راه كيضحك كي عليا ما علينا جاو البوليس دايزين تمايا قلت له سيدي كانت داري باقا ما تحفظات باقا ما تحفظات انا كنأكد وكنعاود لان حطينا حنا الشكايه ديالنا لو 9 لو 9 مارس هو شدوه في لو 6 افريل 2022 الوغ مي مشينا سيدي اسمحوا لي لان واخا كنبغي نعاود هذا الشيء راه كيضر في الخاطر وكي كي كي انا راه مرضت مرضت مشيت لوبيتال وليت كنشرب الكيناس كنقول كيفاش 30 عام وانا خدامه في فرنسا وكنوض في الخمسة الصباح في الشتا والتلوجات ودابا داعيني من هادشي كامل دعيني باش يخرجني ما زرب اخذ الوراق ما بقاش كيتصل بيا ما بقاش السيد اخذ الوراق قال لي شوف اختي انا راه مسجل محفظ صافي ومشى كيدعيني دابا في المحاكم وليت انا بحال انا هي الظالمه وليت انا هي اللي بحال اللي في دار ماشي داري ولا فلوس لا 60 مليون لا دار ثلاثين عام وانا خدامه اش أه لك هذا راه كيدور في الخاطر هذا الشيء راه كي كي راه وليت كنمشي للطبيب نفساني باش نشرب الكينات باش الناس اختي تخرج في الزنقه انا نخرج الزنقه انا ستين عام واش غادي نجمع مازال ستين مليون امبوسيبل امبوسيبل باش نشري دار اخرى 60 مليون أه؟ أه ما يمكنليش اموناج مي كي ندير ها اه هذا راه عرقي كنوض خمسة الصباح في الثلج البرد ما عليناش انا دابا درت شكايات ديالي وعاطيه ودايره ثقة الكامله في القضاء ديالنا المغربي وفي صاحب الجلاله الملك اللي موصي علينا حنا المهاجرين اللي كنتعبوا وكان هذا وحقنا يمشي لينا هكا راه لا يمكن و و الحموشي عبد اللطيف الله يرحم والديك راه عندي تسجيلات بان كيتناصبوا عليا هاد الناس راه بثلاثه اللي شاري والوسط والنوتر نوتر شدوها سيدي راه عطاو خمس سنين الحبس دا ربعه المليار واش في القضيه ديالك فقط لا ماشي في القضيه ديالي كاين هما جماعه انا ميجيت جيت ديجا واخد الملاير هو انا ما اه واخد الملاير قبل واخد الملاير راه لا يعقل هذا الشيء اسيدي انا دايره الثقة الكاملة في القضاء المغربي ياخذوا لي حقي لان عندي تسجيلات وعندي بان ما محفظ ليش كان غشخ شيء بعدها بعدا في لابوليس كيفاش يحفظ ليه هو هو كيقلبوا عليه البوليس بزاف الحوايج انا مشيت للمحافظه كنتوسل على هذاك المحافظ كان ديال ديال كنقول له سيدي حبس لي هذه المهزله ومعروف بان نصاب راه شي حوايج لقيتهم راه كي راه راه را, را لا, لا, لا يعقل لا يعقل دخل العقل ودابا كنطلب صاحب الجلالة الملك محمد الخام أو محمد السادس نصره الله الله ينصره الله يحفظه لينا هو اللي هو اللي كيعرف قيمتنا. <applause> نعم يعني اخويا وقع هادشي وعرفتي كي وكان كيقول لك كي راه حسب ما كتقولي انه السيد اللي كان شربت كيقول لك انا هذا ما هاد هذه النقطه بها واجهته شنو قلت له؟ قلت دا له دابا كتنصبوا انا مشيت لعندهم انا <applause> تما ما بقاش يجاوبني مي دار مي سجل وحفظ دار الوراق في في هذا <applause> آه ما بقاش كيجاوبني كي مشى للقضاء يخرجني مشى للقضاء زعما هو مسجل ومحفظ زعما بالنسبه لي هو راه كلشي عنده اون ريجل وانا سميت انا هي الظالمه انا اللي بصح بتعل... <applause> لا انا ما خديت حتى سنتي ما خويا الريال ما خديتوش انا كنتسنى قلت الحدود مسدوده كنتسنى كنقول له كيبقى عنده 15 يوم باش يشوف شحال كيتسالني انا ضرائب ولا شي حاجه يعطيني فلوسي وهو هو راه شدوه باقي انا شدوه في لو 6 افريل هو كان غوشيرشي وحفظ ليا في لو 15 مارس قبل منه ب 15 يوم حفظ ليا لا ما كتدخلش العقل هادي راه ما كنت نعم ما كتدخلش للعقل المحافظ براسو شد راسو قال لي قلت له خويا احبس هذه المهزله حبس لي داري راه داري حاطه عندك العقد انت اللي خصك تحفظ ليا داري العقار ديالي لان راه السيد عرفتوه نصاب وعرفتوه عرفتي شحال كيتسالوا من 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 في العقارات في المحافظه هنا في المحافظه هنا مشيت لمحافظه السلا الاخرى ديال السنه الجديده كيتسالوا هنا كيتسالوا كيفاش راه عرفتي شحال من عام هما كيتسالوا راه السيد حتى جيت انا ودرت هذا واحد الصحافه ودرت هذا باش مهم باش باش هذا هذا راه راه كان كيتفلى على الناس كيضحك على الناس كيقول لهم حقا غدا نخلصكم بعدو نخلصكم وكيضحك على السلطات وكيحك مجموعه مجموعه ديال ماشي فقط لا لا بزاف اخويا راه 100 واحد ولا 150 واحد راه قلت راه وصلنا 4 المليار وما هذاك الشيء حكموا عليه دابا خمس سنين الحبس ويخلص اجباري مليار وشي حاجه م... ولكن انا ما عرفاش هاد المليار وبالنسبه لك انت مجال القضيه ديالك مجال وافره باقى في, في القضيه بان هذا السيد بغا يدير لي ت... آه... ت... آه... يخرجني افراغ بالزربه بالزربه مش دربة يخرجني ها اه ايه ايه هذا وانا القضيه ديالي حطها عند المجلس الاعلى حطيت اه الدوسي ديالي تما ورا شافوا الدوسي ورا عرفوا بان نعم كان طالبه سيدي بداري ما بغيت والو بغيت حقي يرجع ليا انا داري ما نخرج فيها تنموت آه هادشي اللي بغيت الله يكثر خيركم بارك الله فيك إذا كيف ما معنا متابعين أفاضل المتابعين قناة شوف تفق دائما معكم على براء المباشر هذه السيدة مهاجرة اللي من 30 عام هي مهاجرة حاصلة على الجنسية الفرنسية وأيضا طبعا لأنها مغربية اليوم كتقول أنها بغيت داري ما بغيت والو تعرضت هتس... لعملية نصب لا آه عملية نصب فكتقول الله يجزيكم بخير المسؤولين إنما تدخلوا وشوفوا لي حقي أنا 60 عام في عمري دابا هاد القبر سيبتو أو قبر الحياة اللي سيبتو انا بغيت ندخل المغرب باش, باش نعيش فيه ونكمل ما بقى لي في حياتي لكن مع الاسف صارت العمليه نصب اليوم كتقول الله يجزيكم بخير لما تشوفوا حقي دمتم في رعايه الله وحفظي نتلقاو شكرا لكم على المتابعه كنتمنى من جميع المتابعين الافاضل متابعين قناه شفتوا في قناه الشاب انكم تبارطاجيو فضلا وليس امرا دم سعيد